مواطن صالح يا ولادي مواطن صالح. الو الو صباح الخير دكتور. صباح الخير. لاباس خويا؟ الحمد لله. يرحم والديك. الدكتور موجود؟ اي انا هو. بالله عدي لي الدكتور يرحم والديك. انا هو. الدكتور اللي طالبنا. نعم قلت لك الدكتور اللي طالبنا في الكارت فيسيت. اي انا هو الدكتور. انا اقول لك عادي الدكتور تقول انا هو. انا هو معناها قلت انا معناته انا بنفسي. انت هو الدكتور؟ اي يرحم والديك الدكتور. مرحبا. عندي مده مشيت الحمام بورقيبه. اي اخي يظهر لي المفاصل متاعي ما عادش راك على بعضها. نجي نمشي نجي نقعد نوقف. منيش والله ما نعرف انا هكاك. هو سوق لكم ناس واحد يشوفك ساعه شو الموضوع بالضبط يعدي عليك مش عارف. ما نعطيكش على الاقل دكتور خاطرنا هاني نتنفس بالسيف حتى نضر نقص. اي معناها خاطر ما عادش فيهم حتى شيء. اي نجي نحل في الباب نحل الشباك. نجي نسكر الغاز يا دكتور نحل الفرجيدير. اي اعراض شنية خويا دكتور؟ المشكله بنتي معرسه وعايشه في ايطاليا. معناها ونا وحدي المرأة متوفية. أي ونا ريتريتي. معناها إيش نعمل؟ والله عايز نشوف الموضوع. كان حاجة تخصني تون دويك. لا 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 مش حاجة تخصك دكتور. والله إذا نحكي عليك كان بالبيه. والله أنا راني جراح راني مش طب عام. إيه كيفاش توش نعمل دكتور؟ نوقف ولا نقعد؟ اللي تحب أقعد. هي كي نقعد هني ما نجيبش نجيك. اوقف مر ينوقف ونبقى واقف على بلاستي. مو خذ تاكسي ويجا للعياده تنشوفك. كيما قلت لك كان حاجه تخصني انا تو دويك ما تخصنيش انا نبعثك لاهل الذكر. وتشق عليا دكتور نشوف احنا والموضوع كيفاش معناها خطر الحكايه حسب ما حكيت لك دكتور. لا 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 ما نمشيش انا بالكلام نمشي كان باللي نشوف. وين باش تمشي دكتور؟ يلزمني نجي. باب. بعد شويه كلم الكاتبه وخذ موعد هذاك باش نجمع معاك توا ثم شكون باش تداويني كاتبه. باش تداويني كاتبه دكتور اخي؟ لا ما داويكش الكاتبه. ما قالوا لي عليك راك تحب الزوالي وباهي ومرفق فهمتني؟ هي نوقف ولا نقعد انا تو؟ وقف وقعد واعمل اللي تحب خويا. اي نجم زعما نعمل اكروبات تو ما يقلقش. اعمل اكروبات. اخويا كلمني بعد تو ليه؟ نكلم فيك بعد علاش؟ كابيني دكتور عمر عثمان. الله عينك يا مدام. عايشك تفضل. تو طلبت الدكتور. ايش ما فيك؟ عندي صوتك عايش. قلت لك تو طلبت الدكتور. ايه؟ قال لي يوقف. ايه؟ قال لي تو تجي كاتبة كلمها وانت واقف. انت في الكيسة؟ لا لا. اه؟ في دارنا. نعم طلع عليك. وي وي. كابيني دكتور عمر عثمة. مدام راك غلطت في حقي راك وفهمتني بالغلط غلطت في حقي راك. شنو؟ راك غلطت في حقي راك تو. اي تفضل شنو حاجتك؟ انا قلت لك راني طلبت بكري الدكتور. ليه؟ انا في بالي ما عرفتش البلاصه وتقول لي انا واقف هاني في الدار. واقف هاني في الدار شنو الحكايه؟ لا هي عندك الحق ما هو على الاقل فهمني. ما قبل اي قبل ما تقول لي نعم طلع عليك الراجل الكبير في مقام بيك. انا زاد بنيتي زاد ناراني مش نطالب تنفس بالسيف. لطف عليك سامحني. اسمع صح يرحم والديك كهوتا وكي قلت سامحني ابردنا تو. شوف بنيت عم انا مشيت الحمام بورقيبه. ايه يا اخي تو كي روحت بنيت عم انا عندي بنتي تخدم في ايطاليا والمراه متوفيه تفهم فيا. كي رجعت داخل بعضي شوي انفاصلي دخلت بعضها. نجي نمشي نجي نوقف نقعد نجي نتكى نتكركب ما فهمت شيء. قال لي هو الدكتور لازمني نشوفك. قال لي اطلب الكاتبه. ايه تحب رونديفو انت تو؟ لا لا نحب الطبيب. ماذا بيع الطبيب بنيتي؟ اجا نهار الاثنين في الاريانا. هاي احنا في نهج المرشي بتاع اريانا واحد شراكه. ايش هزني للمرشي بنيت عمي؟ قلت لك الطبيب حاشي بالطبيب مش بالمرشي. يا ولدي انا نعطي فيك في الادريسه بتاعنا. بتاع شكون؟ بتاع الطبيب. هي حاجتي بالطبيبنا. هاك انت قلتي برا المرشي، شو نقول له المرشي؟ تو كي نوصل بحضر المرشي ندخل المرشي. ما تدخلش احنا في اول النهج بتاع المرشي. وزعما مخطره الحكايه بنيتي. الو. الو دكتور. وي. هاني جايك هاي فسرت لي المدام البلاصه، هاني جايك. لا تو ما تلقانيش خويا خاطر خارج عندي عمليه. عندك عمليه شنو؟ لاباس. لاباس. لا لاباس عندي عمليه باش نمشي نعملها تو. باهي تو باش تنصحني دكتور تو.
ننصحك بالصبر. جيني في الصبر ونصبر. جيني في الصبر ونصبر. من نقعد تو؟ أقعد أي. باهي داكورد دكتور يرحم والديك. تحية للسعدي زيدان.